دائما هي رؤية ايه؟ عايز ابني يعمل اللي انا معرفتش اعمله، عايز ابني يبقى عمل في حاجة انا فشلت فيها، عايز هو يطلع يعملها. صيبة سودة، وهو ملوش في القصة اساسا. صيبة سودة. والناس بتطلع مرضى ليه يا محمود بيه؟ في مش في امراض اولية وامراض ثانوية نفسية يعني. الاولية دي واحد نام وصحي عيان زي اللي نام وصحي جاله برد كده. ده ما الثانوية هي وده اسبابها، كان العبقري محمد صبحي كان عمل فيها فنان كبير. يعني ايه انا يا خرب اسود على اللي بنعمله في عيالنا. يعني ايه انا عشان ما حققتش شيء ما فنفضل سايق ابني في اتجاه انه يحققه؟ ده انا بشوف منها بلاوي فيها. اقسم لك بالله العظيم ان انا بشوف منها بلاوي في عيادتي. ان يجي حد قامه وحاجه قيمه وسيمه وما شاء الله وتمام، يقول لك انت فكرك انا المنظر، انا جاي لك عشان تعالجني من القرف اللي انا عايش فيه. ليه يا سيدي؟ ده انت الله اكبر اسم وبتاع وسمعه وغنى، الله اكبر وتمام شاطر جدا. اللي مين قال لك انا عايز اشتغل الشغلانه دي؟ انا مش عايز اشتغلها. ده انا لحد النهارده ابويا اللي مات من 20 سنه لما بفكر اعمل حاجه تانية بفتكر صورته قدامي فبخاف اعملها. فانا لحد النهارده ملتزم باللي انا بعمله ده، وعشان كده نجحت، علشان اراضي ابويا اللي مات ومش عارف اطلع من العقده دي. دي حاجه مكتوبه في علم النفس. صحيح. بس انا بقول لحضرتك صحيح. على ارض الواقع انا بلاحظها على في ناس كتير. عشان كده النصيحه بتبقى دايما اهي التانية اهي. يا اهل الخير خلونا ندور الذكي مننا واللي ربنا بيبارك له بقى ينعم عليه بانه ياخد باله من المميزات والميزات اللي عند ولاده فيبتدي ينميها زي ما هي موجوده عندهم بغض النظر عجباني ولا لا. يعني يا حوت بيه انا بشوفها في الرياضه. طبعا. انا لازم ابني يطلع بطل مصارعه. طبعا. ابني مصارعه ايه دلوقتي؟ في ام ام اي وفي كيك بوكسنج. وراه مزيكا. الواد غاوي هيبقى مزيكاكي عالمي. لا يوديه في حته تانيه. حتى في نفس ذات الشيء. مزيكا يقول لك انا عايز يطلع بيانيست، امهات بقى الارستقراط. أيوه. بيانيست. الواد عايز يطبل يا اخي. يعني مثلا عايز يطلع درامر. اي حاجه. طبعا عديك بقى الابهات والامهات، الواد يجي يتحايل عليهم هات لي اورج هات لي بتاع، ويطلعوا يقدروا ايه يقول له بس بعدين بعدين. طنش. طب ما طنش وسايبه قاعد بيعمل ايه؟ سايبه قاعد بيعمل ايه؟ اكتر الولاد وحصلت قدامي الايام اللي فاتت دي اللي قيل عنهم انه قصه القرايه بتاعت زي ما احنا بنحب نقرا كده الجرايد والكتب لحد النهارده، الاجيال الجديده كلها على الشاشات، فاكني دخلت رهان مع ناس. يعني واد بيحب ابوه جدا وبيكره القرايه وضعيف جدا في المدرسه، قعد جنب ابوه وشرط عليه انا بكتاب، انا عارف مزاج ابنه في حاجات معينه كده اصحابي، وشرط على ابوه يجيب كتاب سهل جدا جدا في الحاجه اللي الواد بيحبها، وخدوا هما الاثنين بس وقعدوا في حته حلوه جدا جدا في الشمس كده ظريف. فالراجل عمال يقرا، وقلت له اعمل بقى السيناريو ده، خدوا بالكم الحته دي لطيفه يا رب نقدر نعملها كلنا. والراجل قاعد يقرا والواد عمال يتكلم معاه ويبص في الكتاب بتاع الاب، والاب مش عارف اكنه مش عارف يقرا يعني. فقال له بقول لك ايه، ما تسيبني عشان الحته دي، اقول لك سيبني ربع ساعه هخلص الحته دي وخد انت اقرا ده، وانا هقول لك انا طلعت بايه من كتابي، وقول لي يا اخي طلعت بايه من كتابك. اتنين رجاله قاعدين مع بعض، الواد عنده 10 سنين وابوه عنده 50 سنه، كبروا. كانت النتيجه ان الواد علم ابوه برضه من الكتاب اللي قراه. طبعا طبعا قراه باستمتاع جدا وبيقراه بقى عشان يشرح لبابا، ده اللي كانوا بيقولوا ما بيقعدش يقرا سطر. قعد ساعة ونص يقرا. صحيح. شوف صحيح. ازاي؟ انت عايز تعلم ولادك القراية، القراية العامة بقى كده، الثقافة العامة، اقرا انت. هو لوحده في لحظة من اللحظات هيسحب كتاب، هيسحب حاجة. بيقلدون. يعني بيقلدون في السن الصغير. الحاجة التانية بقى، ما نجيش احنا بقى نشتكي لما افضل انا زاهد ولادي لحد ما يبقى عنده 15 سنه 20 سنه ومفيش لغه بيني وبينه، ومفيش اللي يسموه ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هي لما افتكر مخزن الذكريات، مفيش محتوى، مفيش محتوى. انما في ابهات تيجي تلاقي هو الواد عنده 15 سنه طبعا دماغه في حته تانية خالص غير ابوه، ولا بقى في اهتمامات تانية وطموحات تانية، تلاقي ان من مخزن الذكريات هم مكملين على البناء. الواد بيعلم ابوه حاجات والاب بيعلم ابنه حاجات. طب. وبياخدوا يده مع بعض. طيب بقول بعد اذن سعادتك الحته بتاعت انه لما نسمع ولادنا يوم ما بنناور، نناور يعني انا سمعت اهو، دي خطوه اولى. الخطوه الثانيه المناوره، يعني اكني بمسك مع ابني الموضوع واعلمه التحليل، التفكير التحليلي من غير مباشره، يعني ببساطه. ببساطه، واكني مش بقول له هو اعمل كذا، انا بقولش
حاجه دلوقتي. انا بتناقش معاه في الموضوع. وعلى فكره يا جماعه الموضوع ده ملوش دعوه بان حد علمه جه بس بيتكلم مع ابنه. ده من خبرات الحياه. صحيح. يعني جاي بيقول لي ده انا المدرس ده عمل لي كذا في المدرسه. بقول له ها وايه كمان؟ انا بحاول اقول الكلمه دي يعني اذكر نفسي واياكم دايما انتوا تسمعوا اولادكم وما يجوا يخلصوا او يتلجلجوا او يتكسفوا او يدمعوا او يتنرفزوا اهدى خالص وقول له اسكت شويه وقول له طب وايه كمان؟ كمل انا معاك. كلمه السر مع اولادنا لان الواد بيختبر انت بتسمعه ازاي. اولادنا يختبرونا. انا هقول لبابا الحته دي هديله المذهب ده والله شبط معايا هكمل قفش خلاص كده. لو انا قفشت على ابني مره وقفشت يعني قلت له اسكت سكته رجعته مره او اتنين او تلاته او اربعه هيبطل يكلمني خالص. صحيح. لو فتحت له البوابه بالطريقه دي بتاعت وايه كمان احكي لي تاني طب انت حسيت بايه وده بيحصل. طيب فكرت الكلام اللي حضرتك قلته واضح جدا.